صباح الخير، أنا ريم من CFI أقدم ملخص للأسواق المالية والعالمية. يستقر مؤشر الدولار في تداولاته اليوم على مستويات 97.90 بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع أمس، خصوصاً بعد التوترات وإشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد فرض رسوم جمركية جديدة على الصين، وأيضاً فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن من البرازيل والأرجنتين. هذا الأمر جاء ليعطي توترات إضافية على ملف التجاري، الأمر الذي جاء ليضغط سلباً على مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث أن الداو جونز كسر مستويات 28,000 واليوم يتداول عند مستويات الدعم 27,740 نقطة. في المقابل الذهب يستقر في تداولاته الذي حاول تجاوز مستويات المقاومة 1466 لكنه فشل في ذلك. وذكر أيضا أن بيانات التصنيع التحويلية في الولايات المتحدة جاءت سلبية أمس وضغطت سلبا على الدولار.